أعلن البطل العالمي بدر هاري اعتزاله رسميا بعد خسارته مع الهولندي أوفريم في سهرة الجلوري. فبعد خسارته مباشرة بالضربة القاضية، دخل ريكو فيرهوفن ليعلن تحديه للأخير، لكن بدر هاري يتدخل ويعلن أنه لم يعد قادرا على النزال، وأعلن عن نهاية مسيرته القتالية في حلبة الكيك بوكسينج، وشكر كل محبيه كما شكر منظمة الجلوري والبطلين ريكو وأوفريم، وأبان عن روح رياضية كبيرة صفق لها الجميع.